بي ديزيز وبي تقسيمات اويلي. اوكي عيني، فاذا تذكرون بدينا ان الكارديو فاسكولار سيستم يعني يتكون 3 بارتس، الهارت والبلد والفيزلز. اذا تدخل على الهارت يعني محاضرات، والبلد كذلك، والفيزل ازيد. فاحنا نعطي شيء بسيط وبعدين نستمر عليه. اذا تذكرون بالبدايه عرفنا شنو الهارت، انه هو دبل بامب، بيسكلي بامب بروفايد الفورس نيدد تو سيركليت ذا بلاد ثرو ذا تو ماجر سيركيوليتوري سيستم. وقلنا عندنا تو سيركيوليتوري سيستم اللي هي البولمونري سيركيوليشن ان ذا لانج والسيستميك سيركيوليشن ان ذا ريست اوف ذا بودي، يعني لكل اجزاء الجسم. وراها اجينا قلنا بالهارت اكو سيستم للفالفات، هذني المفروض اذا اشتغلن بصوره صحيحه بيرميت ذا بلاد تو فلو اونلي ان ذا كوركت دايركشن، تتجه او تسمح لجريان الدم باتجاه واحد. اف ذيس فالف بيكم ديزيز، صارت بها اي مشكله، ما رضت، شو يصير؟ لنوت يعني لاي سبب، اما هي نوت اوبن اور نوت كلوز بروبرلي، يعني ما انفتحت بصوره صحيحه او ما انغلقت بصوره صحيحه، ايش راح يصير بيها؟ Bumping of the blood became insufficiency، يعني ضخ الدم يصير غير كفو، باعتبار احنا شنو كل ضخه عندنا حجم ثابت اللي هو 80، هسه نجي عليه. فهذا الحجم الثابت هو اللي لاي سبب قل، يعني معناته صار عندي ديفكت بضخ البلد وممكن يؤدي الى نتائج. بعد اعطينا معلومات او كم يعني كملاحظات، قلنا After 8 week of the conception يعني من الحمل the heart of the start to work. بعد the fetus heart، يعني نحكي على الفيتوس، fetus heart has an opening they permit blood to flow from the right atrium to the left one، يعني هاي الفتحة الموجودة بقلب الجنين راح تسمح لجريان الدم من الجانب الأيمن للجانب الأيسر. يقول إذا هذه الفتحة اللي هي المفروض تنغلق، شو وقت تنغلق؟ بعد لحظات من الولادة. بس إذا ما انغلقت this infant blood will not be properly oxygenation، الدم مال هذا الجنين ما راح يصير مؤكسد بصورة صحيحة. شي يسموها هالحالة؟ يسمونها blue baby. فمن يجي defined blue baby هي الحالة المرضية اللي تصير الدم بيها ما مؤكسد بصوره صحيحه عندما تكون عدم غلق الفتحه اللي موجوده بين الجانب الايمن والايسر بيمن بالفيتال هارت. خلينا نقول اكو سالفه هنا، عندنا مساحه حكينا على الهارت مال الفيتاس، هسه نرجع لللانج. يقول بلاد اوف فيتاس اكستشينج غاز ثرو اس مذر، يعني اذا التبادل الغازي اللي راح يصير للفيتاس عن طريق امه، اذا هاز نوت فانكشنال لانج، اذا نتاكد انه اللانج ما راح تشتغل. But there is circulation of blood، circulation of blood ايش راح يعطي؟ يعطي 10% of fetus blood circulate to the lung، 10% من الدم اللي يروح للجنين طبعا من امه تروح لللانج. زين احنا نقول هي اللانج ما تشتغل، حتى شو يسوي؟ حتى supply with food and auto get them ready، حتى يخليها مستعدة المن to keep the lung functionally directly after birth. إذن اللانج شو وقت تشتغل؟ تشتغل شنو هو؟ مباشرة هم بعد الولادة. زين عيني، مطيك ضغوط وسولفناها الرات اتريوم والرات فينتريكال والليفت اتريوم والليفت فينتريكال. بعدين كملنا من الهارت جينا للبلاد، سولفنا بالبلاد هو يتكون من كمبونات، من قلنا يعني السيلز والبلازما، وقسمناهم اللي 45 ب 55 للبلازما اضافه الى الصفيحات الدمويه. زين عيني، قلنا ايش قد عندنا دم؟ قلنا يا ابا تقريبا الجماعه يقولون علموني احنا قبل من كنا بالاعداديه بالاحياء، ها عندنا 5 أو 4 لترز. وقلنا هذا ما نقدر نعتمد عليها باعتبار ايش قد احنا ناخذ من كتله الشخص، يعني 7% of the body mass. بعد من يقولون، من تقول لا مو احنا شو يقولون بالكتب 4.5 ميل او كيلوغرام، قلنا ماكو فرق باعتبار
من نحول الوحدات هي عبارة عن اختلاف بوينتات بسبب الكثافة، إذا ما عندي شيء. فشو نقول يا عيني؟ من في تقول 4 و4 أقول المن للي وزنه 64. شوف هاي اللي صار الصحيحة، يعني أنت ما تقطع تقول لا والله أنا عندي 4.5 أبلد، إي 4.5 ما يصير. 4.5 لأن ما أعرف أقول للوزنة هلقد، إي منطقية هاي، بس قبل لأن مقطوعة عندنا فهي عبارة خاطئة. خلينا نقول هنا قسموا الدم، شلون يقسمونه؟ ايش قد عندك تبلد؟ مو عندي انا، مو معناتها عندي 100، لا، ايش قد صار عندي دم؟ 4 لتر 5 لتر يقسمون، ياخذون 80 للدوره الجهازيه وياخذون 20 للدوره الرئويه. حكيناها قلنا سيستميك سيركوليشن 18% اند بولمينري سيركوليشن 20%. يرجع لي للسيستميك سيركوليشن، انت ايش عندنا هنا؟ عندي ارتر وكابيلر وبين 80%، ضربنا لكم مثل قلنا لكم اذا 5 مثلا عند بلاد 4% للسيستميك سيركوليشن، يبقى بس 1 لتر للبولمونري سيركوليشن، يرجعون لل 4% لل 4 لتر لل 4 باعتبار من ال 5 80%، فيجون ال 4 يقسمونها ارتر وكابيلر وبين. شنو النسب مالتهم؟ الارتر يطو 15 يعني 15 والكابيلر 10 والفينس 75. من ارجع لللانج البولمينري سيركوليشن اللي هي 20%، من فرضنا اكو 5 لتر قلنا راح تبقى بس واحد لتبسيط الحسابات، قلنا هم عندي ارتر وكابيلر وفين، انطينا للارتر وللفين اللي باللانج هي 46.5 وبالفين يعني مثالها انه هم 46.5، لذلك اذا نجمع صارت يعني 93 فتبقى 7% للكابيلاريس وبس، يعني عندك الارتر والفين مستويات باللانج. اوكي انا نعطيكم مثال اذا تذكرون، قلت لك احسب كل الدوره يعني قسم لي الدم على كل جسم شلون متقسم بالنسبه للدورتين ومعطيك وزن 80. فلذلك ترجع تقول بما انه انا عندي الماس اوف ذا بيرسون راح اطلع ايش قد عندي دم، هم قلنا تقريبا 5 و6 باعتبار 80 في 7%، قانون يقول 7% من كتله الشخص، الشخص كتلته 80، اذا 7% 80 في 7% راح يطلع لي 5 وكسور، اذا نجيب ال 5 نقسمها 80 للسيستميك و20 للبولمونري، 80 السيستميك راح يصير ال 5 تبقى من عندها 4 وشويه باعتبار هي 5 وشويه، وبالنسبه للبولمونري سيركوليشن نضربها ب 20% ال 5 راح يطلع لي 1 بوينت وشويه وياه، فنرجع نلزم الخمسه نقسم على ارتر وكابيلر وبين، وكذلك نجيب الواحد قسم على ارتر وكابيلر وبين، من نجي للسيستم قسمناها الى الارتري 15 والكابيلر 10 والبين 75، ارقام مجرد حاسبه يعني، وعندي بالارتري وبالبين للرئويه هي 46.5 مضروب و 46.5 والباقي 7% للكابيلاريس وتخلص، يعني فشي سهل. على العموم مرات يعني الامثله هوايه، ناخذ لكم مثال ثاني، مرات لا يعطيك ايش قد عندك بلط ها عيني ويريد من عندك كتله الشخص الدم، الدم بس بالجهازيه، فمعطيك دم الرئويه ايش قد، فبما انه معطيك الدم بالرئويه ايش قد احنا نكتب قانون البولمونري ماس اللي بالرئويه المطينيه يسوي لنا البلاد ماس في 20%، احنا نقول الرئويه هي 20% قانوني، بس الرئويه انا معطيك اياها راح تطلع البلاد ماس، صار عندك دم، من صار عندك دم الشخص ايش قد طلع 7 وكسور 7.5، فهذا عندك انت ايش قد دم، انه ايش تريد تطلع من عندك، طالب من عندك انا اريد بس عندك الدم كتله الشخص ايش قد، اذا نكتب قانوني البلاد ماس مو سوينا البلاد ماس في 7%، ال 7% عندك والبودي ماس انت تريده، بس البلاد ماس طلعت اياه، اذا طلع البودي ماس طلعت عندي كتلتي وطلع عندي ايش قد عنده دم وطلع عندي ودم الرئه انا عندي، يريد الرئويه نكتب قانون السيستميك ما سوينا البلاد ماس في 18% نعوض يطلع عندي 6 كيلوغرام من السيستميك بلاد. حتى نكمل محاضرتنا عندنا اليوم موردن باي ذا هارت، هو قلنا مضخه اول ما عرفنا، يا بشن هو اذن سولف احنا على الشغل اللي بالهارت، شو المعطيكم هارت هنا نفس الكتاب، ايش اللي تنتبه هنا عم؟ احنا من ساعه سولفنا وقسمنا قلنا رايت اتريوم والليفت اتريوم والرايت فينتريكل، شوف هنا الرايت فينتريكل، شوف عم شكله شلون يصير الرايت فينتريكل، مهم هذا حتى رسم عم زين، والليفت فينتريكل باعتبار الجانب الايسر هو يضخ، من ارد اضخ على الرئه شلون؟ مريد اضخ هنا لكل جسم، اذا هذا اختلاف شكل يخدمني، بمن يخدمني؟ بذني الفروقات انتبه لها. خلينا نقول يا بشلون باوع الهن يقولون
هنا شنو الفرق بيناتهم؟ هاي ريزيستنس ان ذا سيستميك سيركيوليشن، صح؟ اللي في فين الفكره؟ لان هذا ايش راح يسوي؟ راح يضخ كل الجسم. بعد ايش راح يصير؟ بالمقابل الجانب الايمن لو ريزيستنس ان ذا بولمينر سيركيوليشن، هي دوره صغيره من هو يضخ للرئه وترجع له، اذا ما عنده مشكله. نمبر 2 مسل الليفت فينتريكل اباوت 3 تايم ثيكر، سميكه العضلات سميكه بالجانب اليسار. اوكي بالفينتريكل رايت فينتريكل ذا مسل او رايت فينتريكل ار ثينر، تصير اخف انحف. هسه عرفنا اذا ذاك مقاومته هواي وعضلاته اقوى. زين نمبر 3 ذا سيركوليتر شيب اوف ذا ليفت فينتريكل از مور افيشنت. ها بما انه سيركوليتر شوف راح يصير مور افيشنت اكثر كفاءه. اليوبتيكال شيب يعني شنو؟ مو شكل الهلالي هسه شفنا بالرايت فينتريكل، شوفه هذا اليوبتيكال، هذا شوف بالجانب بالرايت فينتريكل حتى تعرف. اذا هذا ايش راح يسوي به؟ يكون رايت فينتريكل يعني ذاك ما انه دائري يصير اكثر كفاءه، هذا يصير اقل كفاءه. زين ذا لارج نتورك طبعا لان يعني هذا على كل الجسم وهذا سيميلر نتورك. إذن راح يصير فروقات اللي بين الرايت والليفت فينتريكل هم حفظهم. من نرجع الوردن اوف ذا هارت، الشغل اللي يصير بالقلب. الشغل احنا ايش نرمز له؟ احنا وياكم نعرف دبليو، خلينا نقول باي بامب ورك ات كونستانت بريشر. اذا شنو هو؟ كونستانت بريشر عند ضغط از ايكوال تو ذا بريديوس اوف ذا بريشر اند فوليوم بامب والحجم. احنا نعرف اذا الشغل يساوي لنا بي دلتا في، الضغط في تغير في الحجم. اذا دبليو ايكوال تو بي فايرت في، يعني بي دلتا في. تحفظوها هذا خلصت. يا بشن هو الدبليو اللي هو نقول الورك ذن اوف ذا هارت بمن يقيسه بالارض. وهسه نجي البي بمن بالداين على سنتيمتر كيوب، والدلتا في الحجم بالمل او سنتيمتر كيوب. الحجم هسه نرجع له، تحفظون منه شغله واحده انه هو ثابت بكل ضغط 80 مل. هاي تخلوها ببالكم موجوده عندكم بالمحاضره. معطيني مثال هنا أنا شوف متجه للمثال ما لي علاقه، بيقول لك بيرسون هاز ستوليك بريشر 150 ملم اجي، دايستوليك بريشر هالقد. هاي شنو؟ وحده وحده نجيها، عندي سايستوليك بريشر وعندي دايستوليك بريشر. زين انا قانوني شو يقول؟ بي دلتا بي، شو ذني ضغطين؟ اذا اما اول ما باوع المساله عندي ضغطين، نكتب الضغط الاول والضغط الثاني. خوش الهارت ريت مطنيات يعني 19 بير منت. شنو الهارت ريت؟ زين احنا مو صحيح قانون يقول بي دلتا في، شنو الهارت ريت؟ زين عيني نرجع احسب الورك دن والافشنسي، مطيني الطاقه بسوا. اوكي خطوه اللي هالقد، خلينا نرجع وحده وحده. اول شيء هو شو يريد من عندي؟ الورك دن. قانون الورك دن شو يقول؟ بي دلتا في. بويا شنو هي وحده وحده نجي؟ الورك دن نبقيها دبليو. اوكي نجي للبرجر، ايش قد عندي؟ كم ضغط؟ عندي شو سايستوليك ودايستوليك، عندي 150 وعندي 100. شو نسوي؟ نجيب ال 150 زائد ال 100 طلع معدل، طلع لنا ضغط واحد. ها هي اذا قلنا نطلع معدل الضغط، بما انه عندي ضغط 150 وعندي ضغط 100، نقول 150 زائد 100 تقسيم 2 طلع 125. اوكي اذا شني انا لزمت بيدي الضغط عندي هالقد، بي من هذا مليمتر اتش جي. احنا بي من قلنا البي باوع لي بالداين على سنتيمتر كيوب. العموم شو يسووا هذه ومحاولينها؟ اكو نوع من التحويل، احنا ما راح ندخل عمو بهاي التفاصيل للامانه يعني اصلا حتى ما ادخل بالمساله، بس كتطبيق واذا التحويل انا هم اساعدكم به. بس هو المليمتر اتش جي هو ينضرب في رقم حتى يتحول عند سنتيمتر تربيع. اوكي العموم هسه المهم اللي اريده من عندكم زين عيني الفي الحجم. زين انا مو انا عندي قلنا دلتا في، المفروض انا عندي ضغط واضربه بالحجم الدم. اي انا مطيكم حجم دم؟ ما مطيكم حجم دم. ايش عندك؟ انتبه هنا عندك الهارت ريت كم ضخه؟ هاي بنحسبها 90 بالمنت. اوكي 90 مره بالدقيقه دق هذا الهارت. عندك قانون هاي تحفظونها amount of blood in each beat. هاي شنو؟ amount of blood in each beat، حجم الدم في كل بيت.
كل تقلص كل نبضه. قانون هذا ايش قد هي هاي؟ هذا على اليمين بالسكند في عدد البيت هم بالسكند. خلينا نرجع لها عم. انا ما منطيك دم، بويا ما منطيني دم، شلون احسب هالقد حجم الدم؟ يعني ما منطيك حجم. شنو القانون يقول؟ بويا دلتا في ما عندي، ما عندي تغير حجم او ما عندي حجم بلاد، ما منطيني منين؟ منطيك عدد النبضات. عدد النبضات، اي اوكي 90 نبضه، ايش اسوي بها؟ مو احنا عندنا قانون ايش يقول؟ عدد النبضات بالسكند حجم النبضه، حجم كل نبضه مضروب في عددهن وهن 90. اذا نرجع amount of blood in each beat ايش قد كل وحده؟ ما قال لكم انا، لا عمو مساء قلت لكم، قلت لكم هي 80 مل تحفظونها هاي. اذا عندي 80 بيت بالسكند خوش في عددهن وهن عددهن 90، زين 90 مره وفي كل مره 80 فضهن 90 مره انا معطيكم اياهن، اي 90 مره انا اريد حجم، اقول لك لا مو كل مره 80، اذا انت حجمهن في عددهن، حجمهن ايش قد بكل وحده؟ في كل وحده حجم 80، عددهن ايش قد؟ 90 انا معطيك اياهن، بس انتبه ليش بالمنت، انتبه بالامتحان، انا اريدها بيمن بالسكند حكينا بالقانون. اذا تنتبه للقانون يقول الدلتا في، الدلتا في amount of blood in each beat السكند في number of the beat بالسكند. انا اريده بالسكند. اذا شو اسوي؟ amount of blood، amount of blood ايش قد قلنا؟ في كل نبضه 80 مل بيت بالسكند، يعني العين والراس. في عددهن، عددهن منطقهم اياه بالمساله اللي يساوي 90 بيت بالمنت. شو اسوي احولها للسكند؟ انا منطقها اياها بالمنت بالمساله. وانتبه ممكن اجيبها بالسكند وما يصير عندك هذا التحويل. عرفنا عيني؟ فايش راح يصير؟ راح شو نسوي؟ نقسم هنا راح نضربها في 60 باعتبار مقام المقام بسط هسه بنشوفونه زين. 60 سكند على المنت اوكي. فمن تضربها بالمعادله 98 تقسيم سي راح يصير 120 سنتيمتر. اذا صار عندي تغيير حجم، اذا عندي دلتا في والبي طلعته من المعدل عندي، اذا بي دلتا في طلع لي الوردن اوف ذا هارت. زين اذا تطبيق الفيك بهاي المساله انه انا ما اعطيك الفي الحجم، الحجم تقدر نطلعه من هنا عباره عن انه كميه الدم المضخوخ في كل بيت بالسكن في عددهم. زين عيني عندكم تحويلات لا تدخلون بهن، مو ديش مطلوبه المسائل. زين دكتور بس دكتور بس على مود التحويلات اي عمو بس شنو الرقم للضربه؟ عمو اما انا راح اسوي لك اياهم جدول بالمحاضره او ما مطلوب منك هاي لان بها فره 1 3 3 فد ارقام، بس انت لازم نعرف انه مثل الار هو يساوي لنا 1 داين على سنتيمتر، 1 داين في سنتيمتر. التحويلات اما تكمل او عم اصلا هيش مسائل ما راح ندخل بها، هاي نسولفها بعدين تمام. لان لا تدخل بالتحويلات عم ما اضم عليكم، يعني راح ندخل بكفاءه وراح احنا اما يعني نعطي تحويل ثابت واعطيكم اياه ويا السؤال بحيث ما راح ادوخك بهن، انزلهن هيك شلون جدول صغير هاي هيك تتحول وهاي تتحول بس، او من البدايه عمو ما اعطوكم اعطيك اياها جاهزه فما راح اخلي لك اياها هيك مبهمه، هاي رطنه راح تصير باعتبار تعرف انت. بالنسبه اذا ادخل بالارج والجول عمو ارقام بوينتات هاي كلها 6 اصفار و7 اصفار فتتعب، اما اعطيكم اياه هو قبل اقول لكم هي هاي هيك قيمتها بالارج خلصني، او اقول لكم حتى نحول من هاي لهاي اعطيك اياها ويا السؤال. فلا تدخل بها لان مع او ما لها داعي. زين عيني العموم فرجعنا كتبنا قانون دبليو يساوي بي دلتا في، البي طلعناه بس من حولناه صار هذا الرقم المرعب اللي هو 1.3 ضربوها في يمكن ال 125، بعدين الدلتا في طلعت 120 من ضربنا الحجم كل نبضه اللي هو 80، تحفظون هال 80 مل في كل نبضه بالسكن في عددين وهن عددين 90. بعد شلون صارت 120؟ قسمنا على 60 على مود من المنت، طبعا هي مضروبه بس هي مقام المقام بس صار التقسيم باعتبار من المنت رجعناها للسكند فصار بقت الناتج هو 120 ضربوها في البي بالبرجر طلع للوردن. الله يسر عليه شلون ضغط هذا هالقد محاولين انه بالداين سنتيمتر بعقلك هو الار هو الداين بالسنتيمتر فطالع لك نفسيته باعتبار انا مو كان ما اقول داين في السنتيمتر هو الار او هذا طلع الار.
تخلص الضغط. الكفاءه، الله يكفيكم شر الكفاءه، هي ما عندنا الكفاءه. شو تقول قانون الكفاءه عندكم بالاعداديه؟ تقول الشغل المنجز على الطاقه المستهلكه في 100% كفاءه المحولات بالكهرباء عندكم الشمسيه. رجعنا باعتباره يعتبروا مضخه، فقايلين يا بالكفاءه سوينا الورده نحن بالعافيه علينا مطلعين يديش، هسه يقول شو هذا طلع بوينت، لا حولوا الار للجول، فانتم فيكتكم كلها تحويلات، اذا اعطيتكم اياها صارت مساله تطبيق قانون. فجايب الشغل مقسمه على الطاقه، هسه قل لي منين السته؟ لا عمو، سته معطيك اياها بالسؤال ضاربينها في 100%، طلعت خطيه هذا كفاءته تعبانه ومنتهيه 33. زين عيني اللي يخدمنا بهاي المحاضره واللي يفيدكم عمو ومهم الدزيز اللي انت تفيدك باكر عقب شنها شنها وراح تعرف يسولفون وياك. اذا سولفنا بالكارديو فاسكولار سيستم، اذا نحكي وحده وحده نحكي على الهارت ديزيز سولف عمو، عندك انت للبرجر هاي بلد برجر مثلا هايبرتنشن، يقول لك فلان بي هايبرتنسيف وكرونيك وكل المشاكل، وراح تلاقيه والمستشفى وبالعياده اذن هايبرتنشن هذا يقول لك عنده ضغط وكرونيك، واكو هايبرتنشن وهم اكو حالات هايبرتنشن سم بيرشن هاف الريجولار برجر، او جماعه عندهم خربطه بس اذن عندي مشكله بالبرجر، هسه هو يعني اكيوت هو كرونيك هو هايبر هو هايبو، شلون هذا مش شايف الدماء تروحه؟ جماعه بالهايبوتنشن هم عندك مشاكل، اذا اما مرتفع او منخفض خلصنا. مرات لا عمو نجي هارت ريت، واحد يقول لك والله قلبي ها خفقان، يصح اكو تاكيكارديا يعني زياده في عدد ضربات القلب ابوف ذا نورمال، خوش وراها عندني ممكن يصير براديكارديا، هارت ريت بلو نورمال خطيه جوا 60. هاي هم حلوه، مرات من اقول لك احسب الهارت ريت اكو مساله سبحان الله ليش ما موجوده، هسه نشوف لكم بالوورد وورد. ايه فمرات تاكيكارديا يعني ازيد من الطبيعي، واكو براديكارديا اقل من الطبيعي. بعدين يقول لك يا شلون ذا ريديوز ذا ووك لود اوف ذا هارت، تعطي راحه واكسجين. زين الاكسجين من يعطي شو يسوي لنا؟ in the blood so the less blood must be pumped to the tissue حتى تقلل اللود او الجهد اللي يصير على القلب. Man made device that has helped heart patient in the artificial heart valve. على العموم احنا نسولف بس على الديزيز عفنا من شلون علاجات. الفار ديفكت الصمامات اللي قلنا المفروض تشتغل باتجاه واحد وما تسمع لها بالرجوع اوكي. Heart valve defect are of two types. Stenosis و insufficiency. خلينا نقول بالستينوسيس the valve do not open well يعني enough يعني وايد enough. شلون يصير؟ من نقول ستينوسيس يعني الصمام ما انفتح بصوره كافيه يعني حتى الدم يعبر كله، فيقول لك the valve does not open wide enough. In stenosis the work of the heart is increased، يريد يتغلب على التضيق بالفتحة تدفع الدم، because large amount of work is done against the obstruct of the narrowing opening يعني الفتحة مالت الصمام فيحتاج شغل ازيد. And the blood supply to the general circulation is reduced، حفظوها reduced راح يقل باعتبار القلب صح اشتغل اقوى حتى يتغلب على التضيق او عدم الفتح بصوره صحيحه لفتحه الصمام حتى يضخ شغله صح هواي، بس لا بالنتيجه الدم المضخوخ للدوره انه راح يكون اقل. انشفسنس شني؟ ذا فاف داز نوت كلوز ويل انف، احنا نسميه برولابس. ذا فاف دو نوت كلوز ويل انف ما اسال بصوره صحيحه، اي شنو المشكله؟ انشفسنس سم اوف ذا بامبود بلاد فلو باك انتو ذا هارت، خطي يرجع احنا مو عبرنا يرجع flow back into the heart so that اسمع نفس الشيء انقص جسم من الدم رجع باعتبار ما انسد عليه حتى يندفع يرجع بالعكس، فشي يصير هذا the volume of circulated blood is reduced. اذا بالحالتين reduced لا تقول وحده يزداد، كان ما انفتحت الفتحه وظل الدم مو كله عبر، او كان عبر بس من ردنا من قلصنا وردنا ندفعه رجع بالعكس باعتبار الصمام ما مسدود بصوره صحيحه. بعد عمو راح تسمع كلمات يقول لك خطيه هذا احنا نسميها نوبه قلبيه، اي هاي راح وقتها انت باكر عقبه مستشفى هارت اتاك وهارت بلوك ميزو بيناتهم. ها شنو هارت اتاك شنو هارت بلوك؟
عمو الهارت اتاك ات از ذا ديزيز ان ويتش ذا وان اور مور مين ارتريز ذا سبلاي بلاد تو ذا هارت از بلوك. اذا سمعت اتاك نقول هاي الحاله يعني دم ماكو هيك فهمها. It is the disease in which one or more main artery the supply blood to her to the heart is blocked. يعني بالاتاك دم ما يوصل الى القلب، القلب هم يريد يعيش، هم يجي دم يغذي، هذا الدم يقل او ما يوصل، يسمون هارت يعني مشكلتنا بلاد. هارت بلوك لا، مشكلتنا كهرباء. نقول it is the disease in which the electrical signal from SA node، بيعتبرون SA node شلون تكونت النوب AV node والنوب تتقلص الهارت وتروح الكهربائية، راح نجيها بالكارديوفاسكولار انسترومنتيشن كلهن باعتبار راح ندرس البيس ميكر الجهاز النبضة الكهربائي، وراح ندرس الديفبريليتر النتله الكهربائيه، ذن الاجهزه وتفاصيل وشلون تتولد الكهرباء ناخذهن بشابتر 19. فخلنا نعرف شنو الهارت بلوك. نقول it is the disease in which the electrical signal اس اي نود ستانيو اتيريال نود الاس اي، بس بعد تعرفها انا اقول لك بس اس اي نود ستانيو اتيريال نود از نوت كوندكتيف تو ذا اي في نود. هي تتولد الكهرباء بالاس اي نود وبعدين تنقل تروح للاي في نود اتيريو فينتريكل نود ذين تو ذا فينتريكل. بس طلاب بالمناسبه هسه واحد يقول شلون بينا طبعا بين الاس اي نود والاي في نود، هي اكو طبقه شحميه ما توصل الكهرباء للمعلومه، بس عمو اكو مكان واحد يعبر للكهرباء من الاس اي نود للاي في نود، مرات هذا سبحان الله هم يروح فما توصل الكهرباء للاي في نود، واذا ما وصلت الكهرباء للاي في نود ما راح يصير كونتراكشن، شلون راح يضخ الهارت؟ تدرون هاي خلال لحظات اذا ما اشتغلت سبحان الله اكو شلون المولده بالقلب تعطيني ضخ كهرباء ويتقلص الهارت ويشتغل. بس عمو يكون الشخص شبه عايش، يعني الهارت ريت مالته 30 فيبقى خطيه عايش، بس بعدين حتى لما يشيلوا نجيها بشاب 19 يشدوا له ارتفيشال بيس ميكر. فهو هذا الجاي يصير يقول لك فلان اذا شايفكم حجيه قاعد يمها يسوي تشيك 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 شادي لها جهاز كهرباء، هاي المشكله بالكهرباء. صح هي ما ماتت ليش؟ باعتبار اكو كهرباء خلال لحظات تتولد بس النبض يبقى 30، احنا ما يفيدنا النبض شلون تمشي شلون تحكي شلون تتعارك يشدوا لها البيس ميكر فلهذا السبب. بس هي مو كهرباء صفر لا عندها كهرباء. هسه نرجع للبلاد باعتبار حكينا شو يصير بالنفس الهارت، وبعدين يابا احنا سولفنا بالكهربائي وسولفنا بالبلاد، سولفنا النوبه على المين بلاد ديزيز. شو يصير بنفس الدم؟ اكو مشاكل باعتبار البلاد قلنا بي سيلز خلايا، خلينا نشوف ايش بيهم بويا ذولي ديزيز ريليتد تو ذا ار بي سي. عشان خلينا نقول مثل ايش؟ بالكريات الدم الحمراء بوليسايثيميا. ها شنو هاي؟ It is over production of the RBC. عمو وايد ذولا منهم، هذا يقول لك الصبح راسي يوجعني وشوي اشوف هاي اهل الدخان اهل النرفزه ذولا يقول لك كل فتره لازم اروح اتبرع بدم، عندي دم زايد. اي صح دم زايد مو عافيه زايده هاي، يعني مو فد شيء صحي. زين شو يقول لك؟ It is the over production of the RBC. زياده في انتاج كريات الدم الحمراء. زياده في انتاج كريات الدم الحمراء. ذولا اللي يتبرعون بلاد. خلينا نرجع لهنا اكو لا مو زياده اكو انيميا يعني قله وبها انواع، اكو هيموجلوبين ديفيشنسي عندنا نقص، بهيمولاتك انيميا تحلليه، بسيكل سيل انيميا هاي اللي تصير نفس المنجل. هسه قال لي واذا صارت نفس المنجل عمو هاي من تمشي تعبر بالاوعيه راح ينكسر الراس ما تتفلش وبعدين يصير كرايسس بيها ويسبب الى الم ويسبب الى تجمع بالمفاصل وصعوبه بالتنفس. فهاي مشاكلهم. السيكل سيل انيميا مو نفس الثلاسيميا، السيكل سيل انيميا ما له علاقه، مو ذول اللي يدورون لهم دم، لا السيكل سيل انيميا تختلف، تصير الخلايا ما تشبه المنجل، هيك عوج راسه معوج خطيه ينكسر هذا فتتفلش عنده وعمرها يصير اقل. بعد اكو مشاكل تصير بالوايت بلاد سيلز، كريات الدم البيض، هاي شنو؟ لوكيميا وليكوبينيا. لوكيميا اوفر برودكشن اوف وايت بلاد سيل، اوفر برودكشن اوف وايت بلاد سيل. ليكوبينيا
لا reduced in the number of white blood cells، يعني اللوكيميا زيادة في إنتاج كريات الدم البيضاء. زين عيني، الليكوبينيا لا، قلة في إنتاج كريات الدم البيضاء. فأنا الوايت بلاد سيل بس ما تشتبهون ويا البوليساثيميا، البوليساثيميا خاصة بالأوفر برودكشن أوف آر بي سي. زين عيني، بس بالنسبة للوايت بلاد سيل أكو لوكيميا والليكوبينيا. اللوكيميا هي زيادة إحنا نسميه سرطان الدم، والليكوبينيا هي قلة في إنتاج وايت بلاد سيل. اكو مشاكل صار عندي بنفس الاوعيه الدمويه، واي هن خير من الله، بس احنا شنو نعرف؟ نعرف الفايبروسيس اوف بلاد ارتريز اور ستيفنس، يعني ستيفنس تصلب عمو، يصير جدار مصلب ولاسباب وطراقيع وعلاج، ما بس تعرف يا شنو هو فايبروسيس اوف بلاد ارتريز اور ستيفنس، تصلب او تليف يصير بالاوعيه بالشرايين. زين عيني، انت تصلب بالشرايين، دنيا محترقه، هي يسمونها ستيفنس فايبروسيس. زين فاركاس فينوس فورميشن، هاي احنا نسميها دواني اذا عندي بالارتري فايبروسيس وعندي فاركاس فينوس بالاورده، هاي بعدين اذا اغلب شيء مرات يحلون تداخل جراحي. بعد اكو شيء نورزيم احنا نسميه، شنو هاي معناته؟ عرفها، هاي اهم شيء يصير از ويكنينج ان ذا وول اوف ذا ارتري، طبعا خاصه يصير بالارتري بالابهر اقوى الارتري، ريزلتد ان ان انكريز ان ذس دايمتر، يتوسع فراح يجمع بالدم، راح يقلل من حجم الدم. زين عيني، هنا على السريع نعطيك وظائف البلد، بس الاهم من وظائف البلد هسه اغير لكم ورقه تحتاجوها بالملزمه قبل لا ندخل بالوظائف. عموما الوظائف على السريع تقولون ما به شيء، يعني شنو وظائف البلد؟ يقول لك ريد بلس كار الاكسجيني، من ما يعرفه هو تنقل لنا الاكسجين من فروم ذا لانج تو ذا تشو، وانه بترجع كربون دي اوكسيد ثاني اكسيد كربون. البلازما يحمل لنا الانتيبودي، واحنا الانتيبودي هنا بعد هنا والوظائف مالتها. زين عيني، بيها كلوتنج فاكتور سيركيليشن ان ذا بلازما بريفنت بلاد لوس وين ايفر بلاد فيزلز ار دامج اور بروكن، هم عندها يعني مانعات التخثر. زين بعد بلاد also regulate the water contact tissue cell، طبعا ينظم اياها. زين بفر بلاد بفر كيميكال within the blood maintaining the correct acidity body fluid، هم موجوده. والانزيمات maybe transport، نقل الانزيمات عن طريق البلد بلازما، which also distribute the heat product by metabolism. اوكي، اما هسه دوم انا اقول للطلاب، اقول لهم القلب يشتغل لو يسخت؟ لا عمو، القلب على قولتهم هو يسخت عمو، وقت ثلثين يشتغل وثلث يشتغل وثلثين راحة. بس عرفتوا عندكم مسألة بسيطة وحلوة وأحبها أنا، إيش كاتبين؟ احسب الوقتن والريستنج لا التايم، يعني عمو العفو، يعني الريستنج تايم والأكشن تايم، يعني وقت راحة القلب ووقت شغل القلب. ها شو تحفظون؟ ثلث يشتغل وثلثين قاعد، شلون تشنين؟ القلب ما يشتغل، من الله يسخت. خاف واحد يقول والله القلب زين يشتغل، لا عمو، ثلثين وقته راحه وثلث يشتغل. فاحسب وقت الشغل واحسب وقت الراحه، الشغل تضربه في ثلث يطلع لي الشغل، والضربه في ثلثين يطلع وقت الراحه. اذا اقول لك احسب لي اوقات الهارت، عندكم هيك قانون اذكره بس سبحان الله ما موجود بالسلايد، هسه خلي يجونا الجماعه بس يمكن بالملزمه بالوورد، وين ودوها الوورد؟ يمكم انتم واني هسه اشوفها. هسه بس نطلع عمو قولوا وياي، بس نطلع البي دي اف واشرح لكم مساله وان شاء الله خلصنا. طيب خلنا شويه نباوع بالملزمه اللي يمكم او الوورد اللي يمكم. خلينا نباوع عمو. هذا نفسيته موجود كله، ما صار عندنا نقص به، هو المسائل وكملنا والوردن وشلون يحولونه. قولوا وياي هذا رسم يخبل بس انتم صعب عليكم عوفوه. ما عندنا اختلاف بهن، ها عندنا البرجر هذا مشول من اليمكم هسه بالجديد، الوردن هذا الرسم مطلوب باعتبار رايت فينتريكل والليفت فينتريكل،
بيحكي منا بس السايستول والدايستول، لا تخافون على هذا. شوف هاي الملاحظه اللي ما ذكرت during the، باوع وياي طلاب تبي during the resting phase diastole of the cardiac cycle the pressure in typical 18. خاف مرات ما انطيك رقم اقول لك يا ابا انا احتبر الضغط هو عند وقت راحه القلب يعني بالدايستول بريشر فانت 80. العموم الرقم اللي دوم انا حتى اربكهم بيه بالامتحان شو قلهم؟ ارثو لازم تعرف تو فينتريكل يعني ضخ الدم نفس الحجم، يعني شلون واحد يقول اي انا ضخيت 80 باليمين ايش قد اضخ لليسار؟ مو نفس الحجم. فضخ الدم مساع ما نريد نطلع نعطيكم الهارت ريت تذكرون 90 بيت بالمنت وتريده بالسكوند، هسه قلنا 60 ثانيه موجوده بس التمرين انا مطيق عدد الضربات 90، ايش قد الحجم؟ ما عندك حجم. شوف عمو في كل وحده 80 مل، هاي تحفظونها. خاف تقول ما مبينه، اذا مبينه هاي طلعت من خطيتكم. واذا قلت لكم لا يا ابي معود اعتبرها بالدايستول، اذا عندك ضغطك 80 وعندك 80 في كل نبضه. عمو انا ما مطيق وحده، انا مطيق 90، اذا تضربها في 90 باعتبار حجم الدم في كل نبضه في عدد النبضات. القانون يقول بالسكند، اذا باوع لي عندك 80 في عددهن 60. هاي عندكم الفروقات بيناتهم. دخلنا الوردن اوف ذا هارت، قلنا به تحويلات. هاي عندكم مساله هنا أنا ما مذكوره عندكم بالباوربوينت، ذا هارت ريت اوفر 120 كالكوليت الاكشن تايم اند الريستنج تايم اوف ذا هارت مصول. حفظوها ما دام عندكم دقيقتين. The heart rate of person is 120 بس شوف بالمنت بالمنت باو. Calculate the action قانوننا شو يقول؟ شبيل هارت يسخن ثلثين قاعد وثلث يشتغل. انستيبل الانترنت يروح ويجي يقول يلا عمو. فال 20 بالس بالمنت ايش قد بالسكن حولوه قسموهن ايش قد صار عندي 2 بالس بالسكن وحده. زين اذا بالبالس الوحده ايش قد تاخذ وقت؟ نص. ها الله، اذا نص هسه صار عندي باعتبار 2 بالس بالسكن الوحده. زين البالس الوحده ايش قد يراد لها وقت؟ يراد لها نص. خلصنا من عندهن. احنا شو نقول؟ ثلث كونتراكشن وثلثين ريلاكسيشن بالبلصة الوحدة. إيش قد تشتغل أريد وقت من عدها هذا من وقتها؟ ثلث للتقلص به وترتاح. شنو هو؟ ثلثين. نرجع لهنا بما أنه الوقت اللي أخذته البلصة الوحدة هو نص سكند، فمرة يضربوها في ثلث للكونتراكشن ومرة يضربونها في ثلثين للريلاكسيشن، يعني ثلث للشغل وثلثين للراحه. هاي المساله ردت اقول لكم بيها زين عيني، وان شاء الله وراها ما عندنا شيء بس العافيه عندكم وعندكم الديزيز. هنا أنا مطيني باعتبار حكينا على البلد دايركت ميثود واندايركت ميثود من قسنا البلد برجل. هسه يقول لي شوف عيني طلاب انتبه انتبه هنا كلش مهمه هاي مو باشر عقبه تقول دكتور احمد قال والله الدايركت ميثود والاضبط والاحسن اجيب هالو نيدل از انسيرتد ان بلاد فيزلز يدخلونه من الفيومرال ارتر او بريكال ارتر. الفيومرال هذا بالفخذ الكبير يصير بالفخذ مالت الرجل، او البريكال ارتر هذا الفوق بالعضد مال اليد ويوصلوه. زين عيني كاثيتر شلون تيوب صغير ويدخلوه ثرو ذا انيدل. الله ذا كاثيتر ترانسميت ذا بريجر ترانسوسر تو ذا بريجر ترانسوس، يعني بعدين يعطيني قيمه الضغط عن طريق الجانب الثاني، وهاي طريقه مباشره وحلوه. اي بس عمو مباشر عقب انت جايك شايف بدي اقيس للضغط. قل له والله دكتور احمد قال شو اسمه مونوميتر عمي هذا كاثيتر وقبل يروح للقلب. لا عمو ذولا هاي سالفه ما صار عندنا، ترى احنا جاي نقيس الضغط اندايركت ميثود عن طريق اسفاج مونوميتر. هاي الدايركت ميثود هم قاسوا اني طونا ضغوط. تذكرون من قلنا ضغط الرايت فينتركل والليفت فينتركل من قلنا بكل تشامبر طونا الضغط مالته عن طريق هاي الطريقه يسمونها الدايركت ميثود. احنا ما نقيس بدايركت ميثود، اندايركت ميثود نقيس. فهمتوني؟ غير مباشره باعتبار احنا ما جاي نوصل كل تشامبر بالمباشره، احنا جاي نقلل ضغط ونقيس الريزستنس مالته او شلون يتغلب عليه وشرحناها لكم ويوم العمل نوضحها ازيد.
The instrumental that is common used in cold sphagmomanometer. إذن هي هاي نقيس بها الضغط وشلون يربطوه واحد سنتيمتر above the elbow joint وبعدين قلنا نرفع الضغط حتى ضغط الكف يتغلب على ضغط الشريان يمنع الجريان بعدين نقلل الضغط مالت الكف لما ضغط القلب يبدي يتغلب على ضغط الكف ضغط القلب يتغلب على ضغط الكف الدم يبدي يجري بس هذا الجريان سوى بيحولناه من لامينري فلو الى تيربلنت فلو ومن صار تيربلنت فلو هذا صار بصفات فيزيائيه من ضمن هاي الصفات اللي هو رابيدلي نويز اللي صار بيه صوت انا بخلي ستيتسكوب راح اسمع هذا الصوت اللي اعتبره هو اول صوت اسمع السايستوليك بريشر بعدين من يتحول يتغلب الضغط كلش على ضغط الكف ويصير الجريان لامينر يختفي الصوت فمن يختفي اعتبره هو هذا قيمه ضغط الدايستول او الراحه زين عيني وراها عمو هاي منطيكم لللامينر فلو هو بس صفاته والتيربلنت فلو شلون مسوي بهاي الصوانده شلون هستمتزم الصوانده بالحديقه تضغطها راح تصير تطلع تسمع صوت ويصير الجريان اسرع هسه واحد يقول لي ذني لا عمو ذني ما لنا علاقه هي معادله تحويل من قولوا يعني من اللامينر فلو الى تيربلنت فلو زين عيني والباقي كله عندكم ومطيكم ذني الديزيز مختصر من عندهن واخر شيء اعطيتكم فانكشن اوف ذا بلد يعتبر هذا الشابتر خلصنا من عنده يوم الاحد نقرر شو وقت امتحاننا بسلامه وكم شابتر وشنو لكم وشنو عليكم وراها اذا الله ستر علينا ناخذ الاجهزه تنشد بالهارت او نعالج بها الهارت باعتبار حكينا على الديزيز راح نحكي على الديفيبريليتر والبيس ميكر جهاز الكهربائيه وذاك اسمه الجهاز الصعقه الكهربائيه النتله زين عيني حتى نكون مستعدين الى اللانج والها والبريثنج زين عيني خذوا راحتكم انا اشكركم مع السلامه.